النقاطات المعلقة اللي ممكن تبقى فيها تساؤلات مع خبيرنا إن شاء الله الكابتن الشناوي. وادي كورة وجول جول 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 جول. المهاجم بيتقمصه في الدقيقة 53 قلب الدفاع كالوشة. قلت لحضراتكم مسجل 3 أهداف والكورة الضربة الحرة لوحده تماما. أحمد كالوشة تقدم وبضربة راسية يغالط المهدي سليمان ويتقدم كالوشة بأول الأجوان. آدي محمد حمدي لعبها، هل فيها تسلل ولا ما فيهاش؟ هنشوف الفار. لكن كالوشة بضربة راسية لا تصد ولا ترد يتقدم بإنبي أصدقائي في الدقيقة 53 على نادي الاتحاد. واحد لا شيء وضربة راسية لقلب الدفاع اللي تقمص دور المهاجم الصريح، وبالفعل يتقدم بهدف مهم جدا لإنبي في الدقيقة 53.